السلام عليكم. حصة اليوم الأعداد من 6 إلى 9، إنجاز التمارين في دفتر الأنشطة. إذا افتحوا دفتر الأنشطة تاعكم، تبعوا مع بعض. نلاحظ عندنا هنا العدد 7، العدد 9، العدد 8، والعدد 6. إذا ما هو العدد هنا في هذه اللوحة في هذا الرسم؟ نحسب مع بعض: 1 2 3 4 5، 6 7 8. إذا العدد هو 8. الآن في هذا الرسم نحسب: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا في هذا الرسم نحسب مع بعض: 1 2 3 4 5 6. في هذا الرسم نحسب مع بعض: 1 2 3 4 5 6 7. وعندكم هذه الأعداد يا أطفال، 4 أعداد 4 رسومات. إذا كل رسم من هذه الرسومات أربطه بالبطاقة المناسبة. إذا نربط كل رسم بالعدد المناسب. يلا أرسموا كل رسم بالعدد المناسب. يلا نبدأ في التصحيح. انظروا العدد الأول، العدد 7، بماذا نربطه؟ فكروا. نعم، بهذا الرسم. نحسب مع بعض: 1 2 3 4 5 6 7. إذا هذا الرسم نربطه بهذا العدد 7. عندي 7، عندي 7. الآن العدد 9 نربطه بماذا؟ فكر. نعم، جيد، نربطه بهذا الرسم. نحسب مع بعض: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا نربط هذا العدد، هذه المجموعة، بهذا العدد 9. الآن العدد الموالي نربطه بماذا؟ نعم، جيد، نربطه بهذا: 1 2 3 4 5 6 7 8. نربطه بهذا العدد. الآن بقي رسم واحد نربطه بماذا؟ نعم، بالعدد 6. نحسب مع بعض: 1 2 3 4 5 6. إذا نربطه بالعدد 6. إذا تعلمنا اليوم يا أطفال العدد 7، العدد 9، العدد 8، والعدد 6. لاحظوا إلى هذا التمرين يا أطفال، عندنا رسومات وعندنا كل رسم بطاقة مكتوب عليها عدد. مثلا هذه العدد 6، العدد 7، العدد 5. الآن نحوط على الرسومات بقدر العدد المكتوب. إذا نأخذ الرسم هكذا، نقرأ جيدا العدد. ما هو هذا العدد؟ العدد 6. نعم، العدد 6. إذا نلاحظ الرسم ونحوط عدد الأشياء بقدر العدد المكتوب. إذا العدد المكتوب هو 6، إذا أخذ 6، 1 2 3 4 5 6، هكذا 6، لا أكثر ولا أقل، 6. إذا حوطنا بقدر العدد المكتوب وهو 6. إذا لاحظوا التمرين الثاني، اسرعوا. نعم،
نصحح نفس الشيء بالنسبة للتمرين الثاني. انظروا العدد المكتوب هو نعم 7، إذن نأخذ 7، نحوط 7 قريسات، 7، 1 2 3 4 5 6 7، إذن نحوط عدد القريسات بقدر العدد المكتوب في البطاقة. انظروا إذن هذه القريسات بقدر العدد المكتوب في البطاقة، العدد المكتوب في البطاقة هو 7 والقريسات 7. إذن الآن العدد المكتوب هنا هو 5، إذن نأخذ نحوط 5 خشيبات بقدر العدد المكتوب في البطاقة. إذن 5 نأخذ 1 2 3 4 5 هكذا. إذن هذه الخشيبات بقدر العدد المكتوب في البطاقة 5 5 5 خشيبات، وهذه زائدة. انظر إلى هذا التمرين، شطب الأشياء الزائدة في كل صورة. عندنا 3 صورات أو 3 مجموعات، نشطب الأشياء الزائدة. مثلا في هذه المجموعة الأولى وهي المثلثات عندنا كم؟ 9، العدد هو 9، إذن نترك 9 مثلثات والزائدة نشطبها، لا نحتاج إليها. إذن عندنا 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هذه نشطبها، هذه أيضا، وهذا المثلث أيضا نشطبه. إذن شطبنا 3 مثلثات لا نحتاجها. إذن بقي 9 مثلثات، عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9. إذن فكروا في المجموعة الثانية، نفس العمل تقوموا به في المجموعة الثانية. نعم نصحح، انظروا العدد المكتوب هو 8، إذن نترك 8 نجمات والباقي نشطبها، لا نحتاج إليها. إذن 8 نأخذ 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، إذن هذه نشطبها وهذه النجمة نشطبها. إذن بقي 1 2 3 4 5 6 7 حسب العدد المكتوب 8، 1 2 3 4 5 6 7 8 حسب العدد المكتوب. الآن فكروا في التمرين هذا وفي المجموعة هذه، نصحح، انظروا ما هو العدد المكتوب. نعم العدد المكتوب هو 5، إذن نترك 5 مربعات والباقي نشطب عليها. إذن نأخذ 1 2 3 4 5، هذا المربع نشطب عليه، هذا أيضا نشطب عليه، وهذا أيضا، وهذا أيضا. إذن تركنا 1 2 3 4 5 5، إذن لاحظ 9 مثلثات، 8 نجمات، و5 مربعات. إلى اللقاء، إلى حصة أخرى إن شاء الله.